سيدي، هذه الزوجة ديالي مسكينة، هذه مريضة من 2016، اتصل بها السرطان وكلاها مسكينة كاملة، نض فيها الحريق، مشينا للسبيطار اكتشفنا المرض في 6 زوجنا صدر، دخل في العطام من 2016 وحنا كنجريو إلى وصلنا ل 2021 في شهر 4، تبقى لنا وصلنا لواحد الباب مشدودة. قلت له تاني الرابور ديالي، مشيت فتشت تاني الرابور، مشيت للرباط، عملنا الحصة تسمى 3 الحصة، غاليين بزاف اخوتي، غاليين بزاف، غاليين غاليين بزاف، ولكن بدون جدوى ما عطاش حتى شي نتيجة، وتكثرت لي واحد بعد الديونات، والسبيطار ما تيعقلش ما كيرحمش، يقول لك الفلوس ديالك خصك تجيبهم لي ضروري. عندنا واحد الدواء 500 ديك سيلا، ديك سيلا غالي بزاف، اللي عمل 1,700,000، عملت 3 الحصات منه واحد حتى النتيجه والو، بحال شبرت سيدي 1,700,000 1,700,000 1,700,000، كتجي شي 5 ملايين وشي حاجه، وبحال اللي شبرتيها وسيبتيها، ما انت كتشوفها 5 ملايين، قلت لي شربت 5 ملايين الدواء في سيمانه، قلت كذوب، ها هي سيدي مطيحه، ما غير غرام واحد النتيجه، اذا ما قلبتهاش ما كتسقلبش. المراه واخا المراه مسكينه هنايا الله يرحم الوالده ديالها كتعاوني، كتبات لي واقفه مع كل 4 ساعه كتقلب، كل 4 ساعه حدا شنا حل... تشلت من النص تحت ما خدامش، وعندها واحد الضربه تهضيره خايبه بزاف، كبيره كبيره بزاف، واحد الضربه هذيك ما خلينا الدواء اللي ما عملنا له والو، ما خي حتى شي جدوى والو. عندها جوج بنيتات، واحده عندها 7 سنين، واحده عندها 5 سنين و 6 سنين. اخي هذه كنا انا كنربح 2400 درهم في الشهر، والمصاريف كنسلفو من هنا ومن هنا ومن هنا، وحنا ماشيين والمحسنين كايوقفوا، حنا نقولوا لولا ربي والمحسنين حبيبه ما تبقاش لنا الساعه هذه، عرفت شني كنشرب الدواء، كنشرب 1800 درهم في النهار الباسطيات، 3 سنين كتشرب مسكينه وما عطاوش النتيجه، وكنسلفو من هنا ومن هنا وحنا ماشيين، كنا ماشيين مزيانين، دابا بالحق الحق الله، قوى الدين بزاف، قوى الدين علينا، كريد الناس الحق ما كيقولوش، الحق اللي زيرني بزاف هو كلينيكات، الكلينيك يقول لك الفلوس ديالو ضروري. ايوا اخوتي، نطلب الله سبحانه عز وجل يشافي الأمة سيدنا محمد كاملة. لا لا أطباء دابا خاي ما كاين والو، دابا ما نترجو الله سبحانه عز وجل عاود شي معجزة، عاود ندوها شي طبيب آخر وصافي، في الرباط ما كاين ما عطاونا حتى شي نتيجة والو. دابا نعاود نشوفو ربي الحبيب، عاود نهزوها ندوها شي طبيب آخر وصافي، أما في الرباط ما كاينش نتيجة والو، هذا اللي كاين. دابا ما قال وصلنا لواحد الباب مجدود عاوتاني، مرة عملنا واحد الراديو في الرباط مسمي لاريم، باهظ جدا باهظ جدا، وقال لك الامور صعيبه بزاف، دابا عاود نرجعوا الله سبحانه عز وجل شي مؤمن عاود يورينا شي طريقه اخرى، الله تعالى تبارك يحفظكم جميع المسلمين. قلنا خي زعما ماشيين بخير ولا بخير، عندنا الحمد لله عندنا بنيته، خلقتنا بنيته الثانيه جوزت 8 شهور، مرضت جوزت 8 شهور، كنا ماشيين بخير ولا بخير. ايوا هذا امر الله، ما عندك ما تعمل، ديك الاول كنا ماشي عاديا، وهذاك السن ملي كيجي المرض كيهدد داك الشيء اللي بنيتي كامل كيطيح. كنطلبوا الله، اولا كنطلبوا الله سبحانه عز وجل يشافينا السيد، شافينا حبيبه هو الاولاني، ونكنطلبوا المحسنين يمدوا لنا يد الرحمه ويشوفوا بنا بعين الرحمه ويشافي هاد الدرويشه مسكينه، ويظهر شي مؤمن يشوفنا عاود شي طريقه اخرى للسبيطار، عاود نشوفو ندوان شي سبيطار عاود في يد الله سبحانه عز وجل. وكناشد كناشد المسؤولين ديالنا، الله تعالى تبارك يحفظهم ويحفظ جميع المسلمين، يشوفوا بنا بعين الرحمه. بالنسبه لي انا عامل نظافه في شركه نظافه في طنجه، خدامين عيب العقد، العقد لغي كيتقرا عندي في شهر، في شهر واحد غيتقاضى العقد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يسمعني شي مسؤول يمد لي يده بالرحمه، علاش إذا وقفت الله يسطر لي ربي جد العوز تتوين بنيتات، والسيده كدير تكاليف باهظه، أين المفر؟ ما عندكش، وهذا خدمة النظافة سبحان الله العظيم تمنيتها من قلبي، 7 سنين مات لي عليها قلبي، نقول بقى خدام فيها بآخر آخر مطاف. ونترجى من الله سبحانه عز وجل المسؤولين ديالنا يشوفونا شي حال، الله يجازيهم بخير والله يحفظهم.